وصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلساته هذا الأسبوع مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعيته من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية. وناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور وزيرة التخطيط. وتفعيلا لدوره الرقابي، ناقش المجلس طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية، وذلك في حضور وزير التموين والتجارة الخارجية. وخلال الجلسة كشفت الحكومة عن خطة الدولة لزيادة السعة التخزينية من محصول القمح بالصوامع والزيت بمستودعات الزيوت بالموانئ لتحقيق الأمن الغذائي بفضل توجيهات القيادة السياسية. وفي أعمال الجلسة أحال رئيس المجلس 20 اقتراحا برغبة من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، وذلك لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.